ضمن حملاته التفتيشية، قام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات فرع بلدية محافظة العاصمة بتطبيق إجراءات القانون لمخالفي النظم واللوائح في منطقة الشويخة، وشددت البلدية على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتطبيق القانون، ومؤكدة عدم التهاون في أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كيف يمكنك منع حريق إن حدث؟ وكيف للطوارئ أن تعمل وأنت تستغل مساحة ملكا للدولة بجانب مستودع التخزين؟ أين اشتراطات السلامة وأين القانون في نظر هؤلاء؟ الرادع الوحيد هو الإزالة الفورية من قبل البلدية. الاستغلال يعتبر بتمديدات كهربائية عشوائية وأجهزة تقوم بالتصنيع والقص والترتيب، وهذه مناجر أخشاب يعني مادة ناشفة جاهزة للحريق. وهنا استوقفنا مواطنا يدعو لمواصلة جهود البلدية لتطبيق القانون وتحسين المنظر العام. عندنا مسجد هني، مسجد بيت الله سبحانه وتعالى، دائما أغلب المساجد في منطقة الشويخ الصناعية تعاني من الإهمال ومن المخلفات حول المساجد، فما في قوانين رادعة، أو القانون موجود بس ما في تطبيق القانون. شارع البنوك في مخلفات كبيرة جدا، يعني كأن يعني في الدول الثانية ممكن في حديقة، في نهر، في مجرى مائي حلو، في ورد، في زرع، لا احنا مخلفات. حتى داخل المستودعات لا توجد بها اشتراطات حتى في أساليب التخزين، مما يترتب عليه أيضا مخالفات بيئية. مروة محرم، قناة الأخبار.